السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على كيفاش تشري سياره اوكازيون او مستعمله. اول حاجه يعني قبل ما ندوي وقبل ما نبداو في الموضوع، كاين سبعه الحوايج خصك ديرهم في بالك قبل ما تشريها. نتوكلوا على الله. اول حاجه خصك تعرف، تاكد من لاكارت غريز ولا فيزيت وورق الضريبه، يعني تاكد من المعلومات اللي فيهم يكونوا صحاح ومتطابقين، يعني لا سيري معلومات التقنية تاع الطوموبيله غيكونوا كلهم صحاح ومتطابقين مع المعلومات اللي في الطوموبيل. هذا كأول حاجة. تتشوف الاسم تاع البائع، يعني الاسم تاع موديل الطوموبيل واش موجود في الوراق تاع السيارة كاملين، يعني متطابقين المعلومات الشخصية تاع مالك السيارة في الوراق تاع الطوموبيل كاملين. هذا من ناحية. تفادى واحد القضيه يا خويا، يعني ديك القضيه تاع التكليف او يجي شي شخص اخر ماشي مالكش السياره يقول لك انا راني نتكاتب انا وياك، ولكن حيت مالكش السياره ما كاينش راه وكلني انايا. فمن الاحسن تفادى هاد القضيه. اوكي، فيلا دابا نمشيو لثاني حاجه خصك دير في بالك قبل ما تشري سياره اوكازيون. ثاني حاجه، كاين واحد الموقع سميتو سياقه.car.ma، كيعطيك الحاله القانونيه تاع الطوموبيل بحال فاش كتمشي انت تطلب حسن السيره عند البوليس. يعني هذا الموقع هذا اللي سميتو سياقه.car.ma، كتدخل فيه السيري تاع الطوموبيل وكيعطيك الحالات تاع الطوموبيل واش كلين، يعني نقيه ما فيها حتى شي ما عليها حتى شي روشيرش، يعني شي حاجز او سرقه او شي حاجه بحال هكذايا. فاذا ما كانت حتى شي حاجه بحال هكا، يعني توكل على الله في لا بروسيدور اللي غادي نقول لك الحوايج الاخرين اللي خصك ديرهم في بالك. هذا من ناحيه. ثالث حاجه هي خذ السياره عند شي طولوري او شي ميكانيسيان، فهاد الناس هادو غادي يفهموا اكثر منك نتايا. يعني طولوري غادي يشوف واش كاينه الصباغه الحقيقيه تاع الطوموبيل الاصليه ولا صبغوها وباعوها لك، وميكانيسيان غادي يشوف واش ياكما تلعبوا في الكيلومتراج ديال السياره وغادي يبيعوها لك او الموتوريزاسيون ديالها او شي حاجه بحال هكا. فهاد الناس هادو خبراء في هاد القضيه هادي، غادي يعطوك المعلومه الصحيحه تاع ديك الطوموبيل اللي غادي تشري. رابع حاجه خصك دير في بالك، توجه لشي وكاله بنكيه او شي وكاله ماليه وعطاهم السيري تاع الطوموبيل وشوفوا لك واش ما فيهاش دي زامبيي، او ياك ما كاينش شي تزوير تاع شي توصيل، فيعني ياك ما كانت كريدي ديجا والناس ياك ما خلصوش شي عام ولا شي حاجه بحال هكا. فهاد الناس هادو ينفعوك يعني من ناحيه تاع الطوموبيل اللي كانت ديجا كريدي. من بعد يا سيدي سير لا فيزيت، من الافضل تكون من الاختيار ديالك نتايا. تما فاش كتشوف الحاله تاع الطوموبيل الا كان كلشي مزيان، من بعد تمشيو تكاتبوا. يعني فاش كتكاتبوا كتخلص وكتاخذ المسائل ديالك، كتاخذ لاكارت غريز وكتاخذ السوار تاع الطوموبيل، والسيد اللي بالك ولا كيسوق بيك حيت انت مازال التامين ما مكتوبش عليك نتايا، فهمتيني؟ حيت راه مازال مكتوب على الشخص اللي بالك. من بعد كتمشي لا سيرفيس ديمين وكتدفع الدوسي ديالك، تدفع الوريقات ديالك باش تخرج لك لاكارت غريز بالسميه ديالك. فاش كتخرج لاكارت غريز بالسميه ديالك كتمشي تخلص التامين، وتما كيخرج لك التامين بالسميه ديالك، وتما وصلتي للمرحله تاع ان الطوموبيل كلها 100% ملكك. وهنا غادي نكون قلت لك اهم الحوايج اللي خصك تعرف قبل ما تشري سياره اوكازيون. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه، وتكون سهلات لك الحياه ديالك بزاف الامور في الحياه ديالك. والسلام عليكم. نتمنى من الله تبارطاجي الفيديو هذا مع الناس اللي انتريسي وباغيو يشريو سيارات اوكازيون، فالله يبارك